النجم الميسي تامر حسني يثير الجدل بعدما نشر صورة عائلية عبر صفحته الرسمية تجمعه بأسرته. وقبل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم كل جديد. النجم المصري تامر حسني ينشر صورة عائلية عبر صفحته الرسمية تجمعه بأسرته مع زوجته السابقة والفنانة المغربية بسمة بوسيل. وقد حظيت الصورة باهتمام أكثر من نصف مليون متابع لمدة 3 ساعات، والذي اعتقد بعضهم أنه عاد لطريقته بسمة بوسيل، وهو الأمر الذي جعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتكهنون لأنهما قد رجعا لبعضهما البعض بعد الطلاق. هذا ومع انتشار التكهنات خرجت صباح هذا اليوم بسمة بوسيل بتوضيح الأمور، وذكرت أن الأمر ليس صحيح، أنهما قد اجتمعا من أجل سعادة أطفالهما. كما أنه تزامنا مع هذه الضجة، ذكر البعض أن تامر حسني قد نشر الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي فقط من أجل إثارة انتباه الجمهور من أجل أغنيته الجديدة. كما علقوا أيضا أنه استغل كل هذا من أجل الترويج لأغنيته. أما عن زوجته بسمة بوسيل فقد صرحت بأنها قد استيقظت على الكثير من الأخبار الزائفة، حيث قالت: لم نعد لبعضنا البعض، لقد نشر صورة عائلية لإسعاد الأطفال لأنه لم يكن يتمكن من قضاء ليلة رأس السنة معهم، ولا شيء أكثر من ذلك. وقد نفت عودتها لتامر حسني.